اخر لعبه تحدي بتكون عندنا هي فرقعه البلالين. بجد ما بعرفش اتوقع فيها مين اللي ممكن يكسب. هنشوف مع بعض مين البنتين اللي هيوصل البالونه الزرقاء الاول. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. جاهزين يا بنات؟ ما حدش في واحده فيكم تتحرك غير لما اقولها تتحرك. اوكي يلا ريدي سيتنج جو. يلا مارلا جو. مارلا حاولوا تفرقعوا. مفيش. ايه ده؟ على البالونه سهل قوي. يلا يا رويا. يلا يا رويا. ايوه مكانك وانت مكانك. يلا يا رويا. من الفرقعه. مكانك مكانك. رجعي مكانك. رجعي مكانك. يلا. الله. خطوه واحده. انت خطوه واحده يا رولين. بس خطوه واحده. يلا يا رولين. بس. يلا. يلا يا مارلا. يلا يا مارلا. يلا يا مارلا. انت خايفه تفرقعيها. يلا يا مارلا. برافو. خطوه واحده. خطوه واحده. برافو. الله. الله زي ما انت مكانك مكانك. مكانكم مكانكم. محدش يتحرك. محدش يتحرك. يلا يا مارلا. يلا. الله. حركه انت. حركه يا مارلا. بس كده. خليكي واقفه هنا. خليكي واقفه هنا. بس بس خليكي واقفه هنا. ارجعي قولي مكانها. اقفي جنبها. بس كده. جنبها. بس هنا. بس هنا. بس هنا زي ما انتوا واقفين هنا. زي ما انتوا. زي ما انتوا. زي ما انتوا. تعالوا هنا. تعالوا هنا. ارجعوا. هنا. اقفوا من هنا. من هنا. يلا هنشوف مين اللي هتنشن على البالونه الزرقاء. يلا بينا. الله. رولين. رولين هي اللي نشنت على البالونه الزرقاء. يلا بينا. يلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه في البلاي ستيشن. تعالوا نشوف. شطوره. جينا بقى للبلاي ستيشن وابتدينا على طول. ماتش سخن جدا 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 من الاستاذ باتريك والاستاذ يامن. واحنا كمان بنشجع اهو ولسه مبتدين على طول السباق. ومين اللي بيلعب الاصفر؟ مين الاصفر فيكم؟ انت الاصفر؟ ماشي. الله يا باتريك على التركيز. شوف صغنن ازاي ومش باين بس مركز وسابق. باتريك سابق في المركز ال 11. يامن في المركز ال 18. مش ممكن. شطاره يا انت يا صغنن. انت يطلع منك الكلام ده. بصي ازاي باتريك. بصي ازاي باتريك. باتريك في ال 11. يامن قرب له وبقى في ال 15. ما تنساش تاخد بنزين. 18 و11 ما تنساش تاخد بنزين يا ابني. البنزين على اليمين. يامن. باتريك متألق ساكت كده وحاطط يعني هو بيلعب بلاي ستيشن كتير. باتريك ها؟ باتريك عايش قدام البلاي ستيشن؟ اه واضح. بصوا التركيز مش ممكن. باتريك في المركز ال11. يامن في المركز ال13. يقدر جدا 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 ان هو يحصله عادي جدا بسهوله. صح ولا ايه؟ يا من بره محدش بيرد عليا. التركيز مش ممكن. الله. ال 11 وال 12 راح. اوبا ده خبط فيه. مين اللي بيخبط في التاني؟ عاملين يخبطوا في بعض. 12 وال 11. اوه مين تقدم على التاني؟ اوه مش ممكن. مش ممكن. سبقك. سبقك يا باتريك. يا بس يا من ايه بيعوض؟ ابتدى يتوتر. باتريك اتوتر وايه الدريكسيون ابتدى بقى ايه يسيب منه. مش ممكن. البنزين. البنزين. قلت لكم. قلت لكم على موضوع البنزين ده. قلت لكم على البنزين. قلت لكم على البنزين. مش ممكن. البنزين بيخلص. يا باتريك هنعمل ايه؟ البنزين بيخلص. طب ماشي لازم تاخد بنزين اهو يا ابني. البنزين. نسيت البنزين. سكبت البنزين. وبقيت في ال 12 وهو اهو بنزين يا ابني. بنزين يا ام. يس. الحمد لله. عند ام. يلا بسرعه. ايه ده احنا خلصنا اصلا صح؟ انا لا البنزين. لا انت لازم. انت خل... انا مش عماله اقول لك احط بنزين. والله انا مش لاقي بنزين. اوكي انت اللي كسبت. ماشي. يعني هما كانوا قربوا من بعض جدا 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 بس باتريك هو اللي كسب وهو قاعد كده مدقدق دقدق. شطاره حلاوه طعامه مش ممكن. تعالوا نشوف بقى مين هيعمل ايه في الكراك فور.